السلام عليكم، كي دايرين حبيباتي؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير فين ما كنتوا واش ما كنتوا كديروا. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، فيديو جديد اليوم، ليله عاشوراء. غنشارك معكم الاجواء، غنشارك معكم شنو كنديروا، غنشارك معكم التقاليد اللي تربينا عليها من الصغر. اكيد اول حاجه انه هذا النهار كنكونوا كنصوموا فيه، الله يقبل صيام الجميع يا ربي امين. كتكون لمد العائله، كيكونوا اجواء زوينين ان شاء الله. نشارك معكم انايا الاجواء كي غادي تدوز هذه الليله هذه. اليوم انا راني عارضه على والديا، الله يخليهم لي والله يخليكم حتى نتوما والديكم اللي ما عندوش، الله يرحمهم. واللي نبغي نقول لكم البنات هو انه تهلاو في والديكم، تهلاو فيهم، تهلاو فيهم، تهلاو فيهم. الوالدين هما البركه ديال هاد الدنيا، هما كل شيء. الى عندك رضات والديك من بعد الله سبحانه وتعالى، اكيد راه عندك كل شيء في هاد الدنيا. اي باب الخير كيتحل لك، اي حاجه كتيسر لك، اي حاجه كتبغي ديريها كتقاد لك، سبحان الله. دونك البنات ما عرفتش كيفاش نقول لكم، راه الوالدين هما البركه ديال هاد الدنيا، ربي وتيوصي عليهم. انا بالنسبه ليا والديا هما كل شيء في حياتي، الله يخليهم ليا ويطول عمرهم، والله يخلي لكم حتى نتوما والديكم وليداتكم عائلتكم كاملين. انا كتشوفوا دائما من خلال فيديوهاتي كنحاول نمرر لكم انه لمد العائله ما عمركم تلقاو بحالها، والنهار اللي داز كي كنقولوا ما عمرنا كنلقاو بحاله. يعني بروفيتي ما امكن. راه والله انا كنعرف ناس اللي فريمون والديهم ما حداهمش، اولا راه كيعيشوا واحد المعاناه اللي راه ما يمكنش. علاش احنا اللي والدينا حدانا مثلا بروفيتيو شويه ومثلا نستغلوش دوك الفرص انهم يكونوا اوقات زوينين مع الخوت مع العائله. وكنتمنى الفكره ديالي تكون وصلت. وانا صراحه هكا تربيت قلوبنا على بعضياتنا كي تنقولوا، كنحنوا في بعضياتنا. والحمد لله هكا بغيت نربي زعما بنتي حتى هي انها تكون عندها العائله هي في المرتبه الاولى، والحمد لله هذا الشيء اللي كاين. وكما كنقول دائما الله يخلي الجميع معز عليه. المهم البنات، اليوم غادي نبارطاجي معكم نهارنا كامل كي غادي يدوز، غنشارك معكم الاجواء كي غادي تكون كل واحد صراحه وشنو كيوجد هذيك الليله. كاين اللي كيدير كسكسو بالدياله، كاين اللي كيدير في الماكله زعما هكذا الدجاج محمر، كل واحد صراحه وشنو كيدير. المهم غنشارك معكم نهارنا كامل، اي حاجه درتها ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. بالنسبه للطبيله حطيتها هنايا كما كتشوفوا معايا. المهم انا توجدت عاد غادي نبارطاجيها معكم ونوريكم الطريقه كيفاش قدمتها. كل وحده كتقدر تقدم بالطريقه اللي كتبغي وعلى حسب الذوق ديال كل وحده فيكم. اكيد اول حاجه بعدا زعما الاواني كاملين ولا المواعن كاملين اللي غتشوفوه قبل راهو من عند اوما ديك البنات. كاين شي حوايج اللي انا خديتهم قبل وشي حوايج اللي عاد خديتهم مؤخرا، حيت بزاف كتسولوني على فين خديتي هادي فين خديتي. كنحاول غير نوريكم زعما البلايص منين كنتقدى. اول حاجه درتها هنايا هو حطيت هادي، هادو راه شاركتهم معكم داك النهار فاش خديتهم من عنده. كيجيو ثلاثه اونسومبل، كتجي هاد الكبيره والمتوسطه والصغيره. قدمت فيها الشوكولات وهاد الطعيرجات الصغار زوقت بهم، هادو اللي خديت من السوق البارح، راه ديجا شاركتهم معكم في اخر فيديو بحال هكذا زوقت بهم وصافي. ودرت الورد، شفتوا كيجي الشكل ديالو زويون. وخلاص بالنسبه لهذا شوفوا هاد البلاطو شحال جا غزال، كيتهز بحال هكذا. يعني فاش غادي العشيه ان شاء الله نبغي نقدم اليوم التمر والحليب نهزو غير من هنايا. درت فيه التمر بريستيج اللي بارطاجيت معكم حتى هو الوصفه ديالو كيفاش عمرته. فريمون كيجي بنين يا البنات، زعما لا في المذاق لا في الشكل، ما شاء الله شوفوا كيفاش كيجي زويون. وانتم زوقوا كما قلت لكم بالطريقه عاود اللي بغيتو. ودرت فيه هنايا كويسات ديال الحليب. المهم هز لي غير بعض الكيسان، الكيسان الاخرين غادي نديرهم شي بلاطو ابار. وخلاص بالنسبه لهادو اللي بارطاجيت معكم خليتهم من عند ولاد الحاج ابراهيم، هاد القريعات بحال هكا صغيورين. هادو درت فيهم مزهر مقطر على اليد، شفتو ما عرفتش واضح لكم. المهم عمرت هاد القريعات بحال هكا، وختا حتى هما زوقت بهم بحال هكذا. هاد البلاطو الشكل ديالو كيجي زويون. هنايا درت طعارج اللي حتى هما خديتهم كما قلت لكم من السوق. بالنسبه لهادو البنات واش حال زويونين، هادو خديتهم من عند ام هذاك حتى هما فنين، فيهم الصغار فيهم الكبار فيهم المتوسطين. انا خديت غير هاد الصغيورين هادو باش نزين بهم الطبيله. جوج درت فيهم الحنه ودرت فيهم البيض، وجوج اخرين درت فيهم الورد كما كتشوفوا شفتوهم. حيت عشان ان شاء الله نديرو تنقش لينا غزال، ندير لنا غير شي حاجه خفيفه في يدينا وصافي. وبالنسبه لهاد الصينيه هادي حتى هي خليتها من عند اوماديك، انا حطيت فيها الفاكهه. هي نورمالمون كتجي بالرجيلات ديالها زويونه في الحطه ديالها، انا حيت ليها رجلين. راه كتجي كبيره، ما عرفتش واش واضحه لكم قداش ولا لا، شفتوا كتجي زعما كبيره في الحطه ديالها. هنايا المريشه
هي راني عمرتها خلاص. هادو اللي وريتكم حتى هما راه زينت بهم الطبله، هادو راه غير صغيورين البنات، حيت اصلا هاد السيبور راه غير صغير، هادو غير صغيورين بحال هكا. وبالنسبه لهاد الضيافر حتى هما من عند الام هذاك زويبني، حتى فيهم القريشلات هادو غزيولين حتى هما غير صغار، كاين عندي الكبيره ديالهم وليت خديت هاد الصغيورين بحال هكذا. وخلاص البلاطو اللي درت فيه المبخره، درت فيه البخور، درت فيه هذاك هاد القريعه هادي اللي درت فيها حتى هي مزهر المصحف، وحطيت تما الفاز ديال الورد، وهاد الاخر درت فيها الشوكولات والنوغا. وصافي هكا كتجي طويله، نتمنى انها تعجبكم. بحال ديما خليو ليا في لي كومونتير، نتمنى انكم تقاسموا معايا حتى نتوما لي فوتو ديالكم في انستغرام، كيفاش دوزتوا عاشوراء مع الحباب مع العائله، شنو درتوا، شنو كديروا هذاك النهار بالضبط. وصافي هذا ما كان، المهم انا ان شاء الله نكمل معكم نهاري كامل، وحتى زعما حتى نجمعوا العشيه نبارطاجي معكم الاجواء كي غادي تدوز. نبارطاجي معكم البنات هما هادو اللي لصقتهم هنايا في الصالون، هادو توصلت بهم عند واحد الصفحه ديال الانستغرام، هادو كيجيو بحال هكا. انا اختاريت على حسب لي كولور اللي كاينين عندي في الصالون، المهم تقريبا بحالهم دوغي داك لو فير او المارون، فريمون جاو زوينين عجبوني. كتقاد لكم على حسب الشكل اللي نتوما بغيتو، راه كبارين غير ما واضحينش في الكاميرا قداش، المره شاديين تبارك الله مساحه كبيره. كما قلت لكم كدير لكم على حسب نتوما اللوانات اللي بغيتو والديزاين اللي بغيتو، كتقاد داكشي غزال ما شاء الله. دابا نخلي لكم لاباج انستغرام ديالها زعما دايزا من هنايا، الا كنتو انتريسي انكم تكومونديهم. كما قلت لكم هادو يا اما ديريهم في بيت النعاس يجيو زوينين، اولا في السيجور شي جلسه، يا اما في الصالون كلشي زعما كيجيو معاهم زوين. تحاولوا تختاروا غير اللوانات اللي يجيوكم مواتين مع البلاصه فين غتحطوهم. وصافي هذا ما كان بقى ليا، غادي نحط غادي نوجد بعدا الطبله، راه مازال ما حطيت عليها والو كما كتشوفوا. يلا فرجت غير لا نابو درت عليها بحال هكا حيت هذه في البيض، واخا ما تنحملش هذا البلاستيك راني قلتها لكم، ولكن ما عندي ما ندير حيت لا ناب بيضه غادي تكرفص ليا. مازال ما وجدتش هنايا التباصيل وداك الشيء كامل، وبقى لي نشعل شويه البخور، وها نتوما معايا مكملين معنا النهار. عشر بنات واحد سخسي خابيني وبينكم، هنعود لكم معصية مروينة وضليت. المهم جمعت الدنيا كاملة شتو معايا، وقادي شحال حاجة كنحس بواحد العيا باينة غير فوجي. دابا راه قربت أد المغرب، غادي نمشي باش نحط نكسرو صيامنا نفطرو وناكلو غير شي حاجة خفيفة، حيت كيما قلت لكم راني مكومون ديال العشاء ديجا، راهم غادي نضار وصلو خواتاتي خوتي الوالد الوالدة كلشي وصل. غادي نمشيو كيما قلت لكم باش نفطروا، نلقى الطبيله ديالي صوفيتي راه بدلت ليا حوايجها وجدتها من العادات والتقاليد ديالنا اننا في زعما هكا ملي كتاد المغرب وكلشي، كان الوالده كتقطع لينا شويه من شعرنا، كنكحلو علينا، هادشي صراحه كنا كنديرو من الصغار. كتفرق لينا الوالده الفاكهه، كنا ديك الساعه كنخلطوا الفاكهه والقريشلات، وكدير لنا كل واحد الزليفه ديالو كتعطيها ليه، فريمون واحد الاجواء زوينين، واحد الذكريات ديال الطفوله اللي زوينين بزاف. من كل واحد والعادات والتقاليد ديالو اللي كيدوز نهار عاشوراء، انا حابه نبارطاجي معكم غير داكشي اللي كنديرو. صافي وصافي هذا ما كان نشوف شعري حيت كما قلت لكم يلاه دوشت راه باقي فازق، غادي نمشي باش ننشفو. وبغيت نوريكم البنات هذا اللي مازالين كتسولوني عليه، يعني ما عرفتش واش ما كتردوش البال الفيديوهات اللي كنهضر لكم فيهم. هذا هو باش كنغسل وجهي، كتسولوني باش كتغسلي وجهك، هذا كاين عندي هذا اللي فيه غوماج وجيل نيتوايون في نفس الوقت، وعندي لاخر من نفس لا ماركه البيور سكين اللي فيه غير الجيل نيتوايون، فريمون هذا ديال اوريفلام خطير زوين واعر، كاع داكشي الواعر تقدروا تقولوا على هذا المنتوج. هذا فريمون رخيص، الثمن ديالهم شي حاجه 30 ولا شي حاجه 40 درهم وقيله بحال هكا، ما عقلتش بالضبط حيت كناخذ شحال حاجه في لا كوموند، كنبقاش عقل الاثمنه، كنت ديجا شاركت معكم المهم في الكتالوج. هذا زوين بزاف، كينقي، كتحسي فريمون بالبشره ديالك تنقات من الاعماق ملي كتستعمليه. وحاجه اخرى البنات، الفرصه د اوريفلام ما بغيت حتى وحده فيكم انها تفلتها، شحال من مره هضرت لكم في هذا الموضوع. اللي بغات تخدم على راسها، اللي بغات دير مستقبلها، اللي بدير فليسات، اللي بدير علاش ترجع، تجي عندنا الاوريفلام مرحبا بكم. كاينه ملكه وكاينه غيزان اختي وكاينه فوزيه، كلهم غادي يشرحوا لكم بزاف د الحاجات، ما عليك الا انك زعما تقيدي التقييد راه كيكون فابور، وكتدخلي للجروب كتحضري لي فورماسيون وكتفهمي بزاف ديال الحاجات ان شاء الله اللي غادي ينفعوك.
وتبارك الله على البنات اللي راهم كاينين معايا في الريزو اللي ما شاء الله وصلوا مستويات اللي هما زوينين بزاف. تحيه كبيره ليهم وتبارك الله عليهم مره واحده اخرى، والله يسخر ليهم الله يسخر الجميع. والمهم بلا ما نكثر لكم قوه الهضره نمشي نشف شعري ونمشي مباشره باش نوجد الطبيله. هيا لا كوموند يلاه جابها لي راجلي من عند اسماء كما قلت لكم، هي عندما الكوموندات حتى بالنسبه للعشاء. المهم تبغيو نحطو غادي نشارك معكم. ما شاء الله عليها خدمتها زوينه، ما عندي ما نقول، كتقاد داكشي على حقه وطريقه. بالنسبه للاسماء غنوريكم بالنسبه لكارت فيزيت ديالها، خلاتها ليا هنايا. هيا هيا نمره التليفون بلاتي الا كانت عندكم شي عراضه، كانت عندكم شي مناسبه وفريمون بغيتو داكشي زوين ننصحكم بها. تدي داكشي كيحمقوا عندها المحل ديالها حدا كغامل اللي كاينه في طال البرج تما فين كاين المحل ديالها، راه شاركته معكم قبل. وغنخلي لكم المعلومه ديالها، نخلي لكم حتى لاباج انستغرام ديالها باش تدخلوا تشوفوا داكشي اللي كدير. وعندها قناه كتشارك معكم الوصفات، ديجا قلتها لكم، نخلي لكم القناه الا بغيتوا تستافدوا، نخلي لكم حتى لاباج انستغرام ان شاء الله. المهم اول حاجه كما كتشوفوا هادو كيجيو بحال هكا، شوفوا شحال غزالين ما شهيتكم فيهم، كيجيو بليزامون ايفيلي من الفوق. وهادو بسيطلات ديال الحوت، كاين عندي هنايا بسيطلات ديال الدجاج. شوفوا البنات المنظر، يا سلام تبارك الله عليها، ما عندي ما نقول، لا المذاق لا المنظر، بحال هكا. كوموندي عندها حتى بالنسبه للحلوه، الحلوه ديال الدوازاته خديتها من عندها. شوفوا الشكيلات شحال غزالين تبارك الله عليها، كتقاد داكشي تكشرف فيه. تحيه الاسماء. وهنايا بيتزا صغار، هادو دي كيش، هادي واحد لا طارت بالكرموس كما كتشوفوا، ولي ماكارون. وخلاص بالنسبه للقريشلات، القريشلات خديت عندنا الملح والحلو. كنت داك النهار اين هما اللي كنت هادو البنات كنت شاركتهم مع الناس اللي متبعيني في انستغرام، ملي شحال بنانين ما نعاودش لكم. هادو خطيرين وبصح البنات شكروني عليهم، قالوا لي امينه شكرتي وعرفتي شنو شكرتي، اش نقول لكم من اروع ما يكون. تخيلوا معايا خديت مع واحد البوطه بحال هادي، داك النهار كملنا في ساعتها كثرت ما بنانين وزوينين هادو اللي فيهم هاد اللوزه بحال هكا. المهم هنايا خديت بزاف ديال الاشكال، هذا بالشوكولات، كاين هذا فيه البافو، كاينين هاد الاخرين بالفرماج، كاينين هاد الاخرين حتى هما باللوز، كاينين هادو بحال شكل دي كوكي صغيرين، وكاينين هاد الاخرين صافي. دابا بقى لي غير نحط في البلاطويات غزار هكا تعمر اتاي، وحتى نحط الطبيله ديالي، وغادي نشارك معكم الشكل النهائي ديالها. فطرنا البنات، كانت باغي واحد صاحبتي تجي حيت غادي تعشى معنا ان شاء الله. ونشارك معكم الاجواء كما قلت لكم بالنسبه للنقش، المهم نديرو هكذا غير الباروك كيقولوا صافي، دير لنا غيزان شي شويه الحنه. بالنسبه للبارفاني انا استعملت اليوم هذه البنات ديال اكلا، جربوها ديال اوريفلام فنه، وريحت ورخيصه زعما ماشي غاليه. الثمن اللي فات كان فيها بروموسيون كنت خسرت وقيله بشي 130 درهم شي حاجه بحال هكا، 130 درهم وقيله، ولكن ريحتها كتحمق زوينه ديال الصيف. هي اللي درت قديت شعري نشفتو كما قلت لكم، لبست قفيطين ديالي، هذا راه كنت ديجا شاركتهم معكم، كنت خليتهم من عند في اي بي كوليكسيون في العيد، وصافي هذا ما كان. المهم خليكم معايا ان شاء الله نشارك معكم الاجواء كامله. وهنا كانت وصلت وقيت العشاء. بالنسبه للعشاء كومونديت البسطيله ديال الحوت من عند اسماء نيت، حيت كما قلت لكم يعني ما خديت حتى هكا لا كوموند العشاء. شوفوا غير الشكل ديالها البنات كيفاش كيبان، ما شاء الله بنينه وشي حاجه اللي مغايره، دات فيها الحوت مقلي من الداخل، كروفيت هكا مزينه بالحامض والمذاق ولا اروع، فريمون كانت زوينه بزاف، عجبتني عجبني المذاق ديالها، عجبني حتى الشكل اللي صايبات كما قلت لكم، شي حاجه اللي ماشي كيما فين كنشوفوا بسطيله دايره عاديه، شي حاجه اللي كي كنقولوا بسطيله بريستيج، فريمون جات زوينه لا في الشكل لا في المذاق تبارك الله عليها. الا كانت عندكم شي عراضه زعما وتبغيو بسطيله زوينه ننصحكم باسماء، حتى هي كدير بساطل من داك الشرفع. شوف اختي القطعات ديالها، لا لا هاد الصبيه غنبدلوها والله ما خصهم شي سنتيم، شوف داكشي كي تيبان ها شنو القطعه، لا تبارك الله ما غنبدلوهاش صافي خلاص.
بالنسبه للبلاطاني كومونديت الدجاج كما كتشوفوا من عند اسماء نيت. الدجاج هذا بالبروكولي معمر بالبروكولي والجبن. صراحه ما عمرني دقت الدجاج بالبروكولي، اول مره ان شاء الله ندوقه. نقول لكم كيفاش جاني، كيفاش في الفران، وكيجي مرافق بالكيش هذا وقيله دي كيش هادو ما عرفتش شنو هما. المهم بالنسبه للبسطيله كانت ولا اروع، بنينه ما عندي ما نقول تبارك الله عليها. صافي غادي نحط البلاطاني كما قلت لكم، غادي ندوقو نرد عليكم بخبار. وبالنسبه للديسير كما كتشوفوا قدمت هاد لي ماغنوم هادو، وخديت البنان درت عليه من فوق الشوكولات، ودرت عليه دوك لي بيبي د شوكولا، وقطعت لي فخوي بحال هكا قطع صغار. المهم نتوما قدموا بالطريقه اللي بغيتوا واللي متوفر عندكم تقدروا انكم تقدموه. اللي بغيت نقول لكم على الدجاج البنات، والله الا ماشي بنين قسما بالله اروع ما يكون، اروع اروع ما يكون. انا الحاجه الا ما عجبتنيش نيت ما تلقاونيش كنهضر عليها بزاف. هاد الدجاج فريمون الا جربتوه ما غتندموش عليه وغتشكروني عليه. انا في الاول كنت كنقول الدجاج بالبروكولي كيفاش غادي يجي كيفاش، ولكن فريمون عجبني بزاف بزاف، سيرتو الناس اللي كيعجبهم البروكولي مع داك الميلونج ديال الجبن، فريمون عطى واحد لوغو سبيسيال، ماشي بحال المذاقات اللي مولفين تناكلو في الدجاج محمر العادي ولا هكا الدجاج معمر بطريقه عاديه. لا فريمون عطى واحد المذاق سبيسيال وزوين بزاف، وتبارك الله على اسماء. بغيت نوريكم حتى بالنسبه للكاطو، شوفوا ما شاء الله الابداع عند اسماء تبارك الله عليها. بالنسبه للكاطو عجبني بزاف، دات لنا بابا عيشور والتعيرجات والطارات تبارك الله عليها. ما عندي ما نقول وصاحبتي جابت لي معها كاطو. المهم دارت لي الفعل، انا مازال ما كملتش 300 كاف في انستغرام، بقى والو قربت. المهم هادشي بالفضل ديالكم، شكرا البنات على الدعم ديالكم لا في القناه لا في لاباج لهلا خطيكم عليا. وفريمون دوزنا واحد الاجواء اللي كانوا زوينين بزاف، حاولت انني نبارطاجي معكم ليلتنا كيفاش دازت. تقريبا هادي جوج و 19 دقيقه بقينا جالسين قصارين مجمعين ضاحكين ناشطين، فريمون دازت واحد الليله اللي زوينه بزاف. فوجنا مع بعضياتنا، وكما قلت لكم حاولت ان نخليكم بعض الاجواء. نتمنى ان لا فيديو تعجبكم بحال ديما. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، كنبغيكم بزاف. مبركه واشركم، طلعوا ليا فراسكم، وان شاء الله حتى الفيديو الجاي بزاف كبار.